مساكم بكل الخير مشاهدينا الكرام، وكل عام وأنتم والوطن بألف خير، وأهلا وسهلا بكم في هذه التغطية الخاصة بالذكرى 61 لثورة 14 من أكتوبر. 61 عاما مرت على تفجر هذه الثورة التي انطلقت شرارتها الأولى من جبال ردفان، وأحالت ليل المستعمر البريطاني إلى جحيم لا يطاق، حتى أجبر على الرحيل، ورحيل يجر أذيال الهزيمة. إذن مشاهدينا الكرام، ثورة من أعظم ثورات التحرير العربي فجرها شعب أعزل من السلاح إلا من سلاح إيمانه بحقه في العيش بكرامة وعزة. واستطاع الثوار ورفاقهم الأحرار بعتادهم المحمود وأسلحتهم التقليدية وإمكانياتهم المتواضعة، استطاعوا إجبار الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس على الرحيل، وأضحت محطة فاصلة في نضال شعوب المنطقة بشكل عام، معلنة النهاية حقبة من استلاب السيادة للأرض اليمنية. نضالات شعبنا ضد المستعمر البريطاني تواصلت منذ اللحظة الأولى لاحتلاله مدينة عدن في 13 من يناير عام 1839. تفاصيل ومواقف كفاحية كثيرة خاضها الرجال والنساء الأبطال في عدن ولحج والضالع ويافع وحضرموت. اليوم مشاهدينا الكرام نتوقف عند أبرز هذه التفاصيل، متأملين كيف واجه الأحرار أعتى إمبراطوريات العالم التي لا تغرب عنها الشمس، فانتصروا عليها وانتزعوا الحرية والاستقلال لتغرب شمس الاحتلال على تراب مدينة عدن والجنوب اليمني بشكل عام بعد 129 عاما. فأهلا بكم إلى هذه التغطية الخاصة بالذكرى 61 ليوم 14 من أكتوبر، ورحبوا معنا بضيوف هذه التغطية. أهلا وسهلا بكم جميعا، كل باسمه وصفته، كل عام وأنتم بخير. نرحب في البداية بالدكتور طه حسين الملحق الثقافي في سفارة بلادنا في المملكة العربية السعودية في الرياض، أهلا وسهلا بك. وأيضا مشاهدينا الكرام ينضم إلي الأستاذ أو الشيخ علي عبد الباقي المسلماني نائب رئيس الائتلاف الوطني الجنوبي، أهلا وسهلا بك. وأيضا الدكتورة فائزة عبد الرقيب وكيل وزارة الثقافة، أهلا وسهلا بك. ونختم بأستاذنا العميد محمد عبد الله المرفدي وكيل محافظة لهج، أهلا وسهلا بك. إذن مشاهدينا الكرام سنكون معكم في هذه التغطية خاصة عن ثورة 14 من أكتوبر في ذكرها 61. لكن قبل أن نبدأ في الحوار واستذكار هذا النضال الكبير لثوار 14 من أكتوبر، دعونا نشاهد هذا التقرير الذي يقوم ويقدم تأصيل تاريخي لثورة 14 من أكتوبر. من كل ربوع الوطن تقاطرت جموع أبطال أكتوبر، ومن على جبال ردفان بدأت مسيرة كفاحها ضد مستعمر طال به أمد البقاء المرفوض. أشعل شعلتها في 14 من أكتوبر من العام 1963 راجح بن غالب لبوزة، وفاز بشهادتها وخط بدمه لرفاقه من بعده طريق الثورة التي استمرت حتى انتصرت. عندما حمل الثوار سلاحهم إيذانا بالكفاح، عدتهم سلاح بسيط وعتادهم الإيمان بالنصر والعزيمة القوية، لم يكن في حساباتهم التراجع ولا الخوف ولا الهزيمة. ورغم قوة الخصم وعدته وعتاده وشمس دولته التي لا تغيب، كانت بنادقهم البسيطة تهزم مدافعه وطائراته، وكانت قوة حقهم تهزم باطل قوته. جاءت ثورة 14 من أكتوبر تعبيراً شعبياً عن رفض بقاء المحتل، واستمراراً لثورات شعبية قبلية سبقتها في سنوات سابقة في السلطنات الجنوبية في يافع وأبين ولحج وشبوة والضالع. كانت منطلق الثورات في تلك المناطق والسلطنات الدفاع عن أرضها والسعي لنيل حريتها، وجاءت خاتمتها بثورة أكتوبر التي وسعت قاعدة الكفاح الشعبي ليشمل المدن والعواصم وتلتحق به القطاعات المجتمعية والنقابية والعمال. وفي الريف والبندر ومن أقصى الحدود إلى شوارع عدن كانت جبهة الثورة مشتعلة ووجهة الثوار واحدة كواحدية الهدف، كر وفر
صمود واستبسال. لم تقف معارك التحرير يوما طوال أيام وأشهر وعام وأعوام، حتى أعلن المحتل رغما عنه الرحيل في يوم 30 من نوفمبر من العام 1967، وبعد 139 عاما من الاحتلال. لم تكن ثورة فقط، بل إعلان ميلاد وطن وأمله الكبير، ومع بزوغ فجرها وأول رصاصة انطلقت فيها، انطلقت معها آمال الشعب في الخلاص ولم تقف حتى تحققت. ومع غروب شمس المحتل عن عدن أشرقت شمس الوطن ولن تأفل. أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ونرحب أيضا بضيوفنا في الاستديو. في البداية نطرح سؤال دكتورة فايزة، سؤال بما أنه احنا اليوم نحتفل في ذكرى 14 من أكتوبر، قبل أيام احتفلنا في الذكرى أيضا 26 من سبتمبر، احنا الآن في 10 سنوات حرب وداخلين على السنة الجديدة كمان، إيش تحب توجهي للناس اللي ما زالوا موجودين في الداخل في هذه المناسبة؟ الحقيقة يعني نحن أصلا يعني مع ثورتين، ونقول إنه هذه ثورتين خالدتين ومجيدتين أيضا، جاءت في ظروف يعني عملية تحرر عربية وفي إطار دعم يعني خارجي ومحلي، يعني الأمم المتحدة كانت في حينها تطالب بتحرير الشعوب، وكان هناك ضغط على الدول المستعمرة أن تتحرر، إضافة إلى نماذج أخرى عربية تحررت سواء كان من النظام الملكي في مصر أو من الأنظمة الاستعمارية فرنسا والجزائر وإلى آخره من هذه الدول. الحقيقة نحن اليوم خلال العشر سنوات هذه بنعيشها في الحرب، يعني قد البعض يقول مثلا كيف نحتفل اليوم في مثلا في عدن، صحيح، في ثورة 14 أكتوبر والدنيا هناك لا كهرباء ولا ماء ولا نظام ولا فوضى وهكذا. طبعا أنا كيف نحتفل هذه الثورة؟ شوفوا لفين وصلتنا أو نتائج الثورة. لا، ربما يكون النتيجة بالفعل المباشرة اللي يلتمس المواطن إنه إحنا بعد ثورة أكتوبر انتقلنا لحياة جميلة وحياة نظام وقانون ومدارس ويعني منجزات للنساء وللرجال، والحقيقة كان يعني شيء، وقدمنا وصول للوحدة. نفس الشيء في الشمال، كانوا تحرر ثورة 26 سبتمبر جاءت لتنهي الظلم والفقر والمجاعة والجوع والتعب، وانتقلت وامتدت رقعات التعليم أيضا. لا ننكر أنه من 67 مصر ثورة 26 سبتمبر امتدت في كثير من القضايا، امتدت على مستوى الوطن في التعليم، هناك مصانع، هناك مؤسسات حتى وإن كانت ضعيفة، لكن في هناك تطور كان مجتمعي وفي حراك سياسي واجتماعي موجود كان في الشطرين قبل الوحدة وما بعد الوحدة. لذلك أنا أقول أنه لا ننظر من الزاوية السوداء والمظلمة بالنسبة للثورتين في هذه الاحتفالات في هذه الظروف الصعبة وبعد عشر سنوات من معاناة الناس ومن انتظار الفرج ومن انتظار السلام، إحلال السلام وانتهاء الحرب. لتكون هذه الثورتين وهذه في هذه المناسبة هي نحن نتدارس العبرة، هل القادة السياسية، هل الأحزاب السياسية، هل المنظمات المجتمع المدني والوطنية نظرت أنه كان لازم يكون نشاطه ونضاله امتداد لهذه الثورة؟ صحيح. يعني بمعنى آخر، نحن لما نجي نشوف مناهج التربية والتعليم لا نجد دروسا خاصة تعلم الطلاب، قدمت لهم ملاحم الثورة، قدمت لهم منهم الثوار، منهم المناضلين اللي قدموا حياتهم، سيرتهم، كيف كانوا ولماذا ضحوا بأرواحهم. ما فيش نماذج زي هكذا، غياب النموذج والقدوة حتى من القدوة السياسية والسلطة. نعم. والسلطوية هناك مثلا المتاحف، وموجودة متاحف، لما تروح برا المتحف له قيمة التاريخية، لما يكون في متحف تأخذ طلابك في الابتدائية وفي الإعدادية تأخذهم يزوروا هذه المتاحف، يشوفوا البورتريهات والصور، يشوفوا الآثار اللي قدموها والتضحيات اللي قدموها المناضلين، تذكرهم دائما وتنمي فيهم الانتماء والولاء للوطن. هذا اللي نحن افتقدناه إلى حد اليوم. هناك ظهروا أجيال غائبة عن ماهية الثورة، غائبة عن كيف يقدم للوطن سداد ويخدمه. هناك نشأ جيل انتهازي، جيل ما بعد حرب ثورة الشبابية وما قبل أيضا، بسبب الفقر، بسبب البطالة الموجودة وبسبب تردي الأوضاع بدأوا الناس يشتغلوا أشغال أخرى وبسيطة. هناك الآن في تسرب من الجامعة، عدم في كليات في جامعة عدن، أقسام في كلية التربية أغلقت في زياء وغلقت كثير، لأنه
10 سنوات، أنا إذا كان عمري 15 سنة وكمل الثانوية العامة وبعدين إذا 10 سنوات معناته أنا مش بشتغلش. صحيح. ما بالكم في بطالة وعدم توظيف من قبل عام 2005. فبالتالي يعني هذه المشاكل كلها مجتمعة. أنا بخرج من الجانب السلبي هذا، لكن بذهب إلى الجانب الإيجابي. ما هي العبرة وكيف نتعظ؟ إحنا تفرقنا أحزاب، تفرقنا، دخلنا في موضوع القبائل وكل قبيلة تريد أن تسمو على الثانية، تفرقنا بأن نحن كل مشيخة تريد أن تعزز وضعها وتقول أنا سنعود للاستفادة في كفاءة. رجعنا لأشياء حاربتها الثورتين. نعم. وبالتالي هذه العبرة، كيف نعيد وحدة الصف اليمني، كيف نعيد قوانا الآن، كيف أهم شيء وخطر يهمنا الآن هو موضوع الحوثيين. سنستفيد في هذه النقطة تحديدا أستاذة فايزة، لكن اسمحي لي أن نشرك أيضا معنا في الحوار الأستاذ والعميد محمد المرفدي. في نحن نعايش اليوم الذكرى 61 لثورة 14 من أكتوبر، ما الذي يمكن أن يقال في هذه المناسبة في ظل الواقع الذي يكابده اليمنيين بعد 61 عاما على هذه الثورة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي الذي يجب أن نقوله أن يكون نريد يعني التفاهم والتلاحم وتوحيد الكلمة والانحياز عن العنصرية والانحياز عن حب الذات، لأن نحن وصلنا بعد ما ضحوا المناضلين والثوار بدمائهم، نحن التمسنا في الأوان الأولية التمسنا في حاجات، لكن الآن أصبحت الحاجات هذه مفقودة. وللآن يعني نعاني نحن من يعني في مجال التربية، في مجال الخدمات الكهرباء والمياه، في مجال يعني القضاء والمرتبات والصرف وهذا يعني. فنحن نلاحظ في عناصر يعني من حازين منفردين يعني زي ما تقول يعني بحب الذات الاستقامة لحالهم يعني بعيدين عن الشعب وعن الجمهور. يعني ضحينا بأنفسنا وبأولادنا وبأخواننا وبأبائنا وبأهلنا من شان إيش؟ يعني ضحينا من شان نستفيد من الوطن ولا من شان تستفيد منا الشلة؟ صح. فعلى هذا الأساس نحن نطالب يعني أو نتفاهم أو نتراجع فيما بين البين، القيادات السياسية وغير القيادات يصلحون الأوضاع يعني ويتفاهمون فيما بينهم، يعني لأن العنصرية يعني بتجيبنا إلى الهاوية، ونحن بنقابل الآن عدو وهذا عدو ولدود لنا، يعني بالنسبة لنا يعني نحن يعني كمسلمين أو سنيين أو صوفيين أو يعني زي ما تقول يمنيين يعني خارجين عن المبادئ والمذاهب. فعلى هذا الأساس يا أخي لازم نحن أن نتوحد ونكون رأينا موحد ويكون يعني نظرتنا واسعة إلى الشعب والجماهير، مش يعني ننظر إلى أقربائنا أو إلى أخواننا أو إلى العمومنا والذي بيجاملنا والذي بيمتن معانا بيزيدون علينا بيزيدون معانا بيزيدون على الآخرين نحترمهم. فهذا هذا الموقف يعني لازال يمشي وبنعاني نحن أول الناس بنعاني نحن هذا الموقف يعني. نعم. فعلى هذا الأساس يا أخي نحن نطلب يعني تصحيح الأوضاع ويعني والابتعاد عن الشللية والعنصرية وحب الذات أو المجاملات، يعني أنك تجي تجاملني وأنا بوقف معك وأخلي هذاك يعني بدون مستقبل. نعم شكرا لك. تحياتي لك أخي. الأستاذ تكلم عن أثر العنصرية وأنه كيف أساساً إحنا بقينا في مرحلة حالياً أنه ميليشيا الحوثي تحاول بكل ما أوتيت أنها تحارب الثورات، حتى أنها وصلت لأنه في ثورة سبتمبر أي حد يرفع العلم الوطني تم اعتقاله، وتحاول ما فيش أي ملامح أساساً عندهم في الوقت الراهن للثورات، أو يمكن نقول منكرين أو مش لصالحهم. ممكن الآن إحنا نقول إنه إحنا الآن كمناطق محررة أو كمناطق نشاركت بشكل كبير في هذه الثورات ونحن ما زلنا تحت نطاق ومظلة الشرعية قادرين نتحكم بشكل أكبر في هذه الأشياء، إيش اللي ممكن يعني كطبقة معينة إيش اللي ممكن إن هي تقدمه لمحاربة هذه الأشياء، إنه بلاش طائفية ولا عنصرية ولا نمشي في الموضوع وإنه نعزز دور الثورات كمان؟ تفضل يا أستاذ. في البداية أنا بعتبرها فرصة إنه أتقدم إلى شعبنا في
في هذه المناسبة بأجمل التهنئة، حتى وإن كانت هذه التهنئة مبتورة بالوضع اللي احنا نمر فيه، ولكن أقول باسمي وباسم رئاسة الائتلاف الوطني الجنوبي أتقدم لكم كزملاء وشعبنا العظيم. احنا لو فرضنا تكلمنا الآن بكل أريحية ونتكلم ونركز على الوضع الراهن اللي تمر به البلاد، أنا أعتقد أن هذا أولى لنا أن احنا نتكلم عن الوضع الراهن وكيف نخرج من هذه الدوامة اللي يمر بها اليمن. فبالتالي نحن بحاجة إلى تكاتف في كل المستويات، حتى في على مستوى الإعلام لما نتكلم فيما بيننا البين يبن احنا تكون عندنا رؤية أو هدف معين نتكلم فيه بشكل جماعي، رسالة بالأصل، رسالة للقيادة السياسية والوضعنا وحتى لدول التحالف. يعني احنا يعني في هذه العشر السنوات أعتقد يعني الثورات خلاص نحن نهني أنفسنا بهذه الثورات ونحتفل فيها، وهي ثورات عظيمة لا شك، ونتمنى أن الشهداء أنهم لا يعلمون بما احنا نمر به الآن، لأن احنا خيبنا أملهم. صحيح. يعني الوضع اللي يمر به اليمنيين الآن وضع يعني مؤسف، يعني لسبب عدم، دعني أقاطعك هنا، هل وصلنا إلى هذه المرحلة؟ هي رسالة ضمنية يفهم منها أننا لم نعرف قيمة مثلا ثورتي 14 من أكتوبر و 26 من سبتمبر؟ احنا هو شوف، حتى لو فرضنا أن احنا قلنا احنا نعرف قيمة هذه الثورة، لكن يجب الترجمها على الواقع. لو عرفنا قيمة الحقيقية لما كنا نمر بهذه المرحلة اللي حاصلة الآن. ليش؟ لأنه الانقسام اللي حاصل الآن في الوطن هي مشاريع، وكل مجموعة يعني تتبنى مشروع معين. احنا يجب أن نوحد رأينا فيما بيننا البين. يعني احنا الآن التقينا كزملاء الآن في هذه جلستكم أو ضيافتكم المحترمة، يعني يفترض أن احنا نوحد الكلمة حتى أن المتلقي أو المستمع يطلع بنتيجة. مثلا لو احنا مثلا تكلمنا عن مشروع الدولة القادمة، احنا بحاجة إلى أن احنا نفعل هذا الموضوع في إعلامنا في طرحنا، أن احنا بحاجة إلى قيام الدولة الاتحادية التي تجمع الكل، وهو مشروع وطني أجمعوا عليها اليمنيين قبل هذه الأزمة سنة واحدة في مؤتمر الحوار الوطني. وبالتالي لو قامت الآن 1000 حوار لا يمكن أن يخرج بالنتائج أو مخرجات بما خرج به مؤتمر الحوار الوطني. فأنا هذه وجهة نظري، أن نركز على مشكلتنا الآن وندور على حلول. سنتحدث عن واقعنا الحالي، لكن دعنا نتحدث عن تأصيل تاريخي لما قبل ثورة 14 من أكتوبر المجيدة. وهنا أنقل السؤال للدكتور طه حسين هديل الملحق الثقافي في سفارة بلادنا في المملكة العربية السعودية. بطبيعة الحال إذا ما قمنا بتأصيل تاريخي لما قبل ثورة 14 من أكتوبر، هناك الكثير من المخاضات التي خاضها المناضلون وكابدها أيضا أبناء عدن وأبناء المحافظات الجنوبية بشكل عام في ظل هذا الاستعمار البريطاني. إذا ما قمنا بتعري وتأصيل تاريخي على الواقع ما قبل ثورة 14 من أكتوبر. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية نتوجه بالشكر الجزيل لقناة عدن الفضائية، و أيضا هن الشعب اليمني في الشمال أو الجنوب بهذه الثورة المجيدة التي كان لها تأثير كبير وكان لها أيضا أثر على اليمنيين وخاصة في المناطق الجنوبية. قيام ثورة 14 أكتوبر لم يأتي بصورة مباشرة، ولكن كانت هناك الكثير من يعني المسببات التي سبقت الثورة، وأيضا نتيجة لأسباب كثيرة. فكما نعرف أن الاستعمار البريطاني استمر فترة زمنية طويلة، وتقريبا من أكثر المناطق التي احتلت في المنطقة كانت منطقة جنوب الجزيرة العربية من قبل بريطانيا. خلال فترة السيطرة البريطانية عانى الشعب الجنوبي كثير، وأيضا تعرضوا الكثير من عمليات الاضطهاد والإقصاء أيضا، والكثير أيضا من المشاكل التي أثرت على حياتهم سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو غيرها، رغم محاولات بريطانيا
الإصلاح بالقيام بعض إنشاء بعض المنشآت وأيضا المباني والمدن في محاولة لإظهار عدن كمدينة تختلف عن باقي المدن، خاصة بعد أن فقدت الكثير من المناطق في كثير من مستعمراتها. لكن مع هذا وذاك بريطانيا حاولت أن تفرض على الشعب اليمني في الجنوب الكثير من الأنظمة، الكثير من القوانين، الكثير من الأشياء التي أصبحت يعني سبب في ثورة هذا الشعب. يعني في كثير من الناس ينظروا إلى أن التعليم في فترة بريطانيا كان في نوع من النهوض، وكثير أيضا من الفئات درست، لكن من هي هذه الفئات التي درست؟ نلاحظ أنها فئات محددة، لم يكن التعليم في متناول أيدي كل الشعب في جنوب اليمن، ولكن فئات معينة. محاولة بريطانيا أيضا فرض بعض السياسات على المنطقة جنوب الجزيرة العربية وخاصة جنوب اليمن، من سياسة فرق تسود أو غيرها بين القبائل، هذا أثار الكثير من المشاكل بين القبائل الجنوب، وأيضا تسبب في أيضا ظهور الصراع والتفرقة فيما بين هذه القبائل الجنوبية. لكن مع هذا وذاك الكثير من الجنوبيين أدركوا مدى خطورة بريطانيا ووجودها أيضا في اليمن، وصاحب ذلك أيضا الثورات التي بدأت تتحرك في العالم، فنجاح ثورة يوليو في مصر وأيضا المتغيرات ما بعد الحرب العالمية الثانية أيضا ساعدت وشجعت على أساس أنه لابد من خروج بريطانيا في الوقت الذي كان في بريطانيا في موقف ضعف نتيجة المتغيرات العالمية الحاصلة في ذلك الوقت. نعم. إحنا لو انتقلنا الآن إلى جزئية ثانية يعني بنقشها معكم جميعا، إنه بفعل الحرب وبفعل الأحداث اللي حصلت وبفعل إنه الآن الناس تكون عندهم وعي شعبي عالي، إنه نشوف الاحتفالات في المحافظات، طلاب المدارس، لكن بالمقارنة يعني مع المناطق الموجودة في تحت سيطرة الحوثيين إنه في قمع مباشر، إنه حرية الرأي والكلمة ما بقتش موجودة زي ما كانت من قبل. يعني من وجهة نظركم ايش السبب او ايش الوازع اللي خلى الناس انه من الداخل انه لا، الاعتزاز الجيل الموجود حاليا يعني تقريبا مع الدكتورة زي ما قالت في الاول انه لا، في جيل مش واعي خالص بالثورات، بالمقابل الان تحس حتى الاهالي او لا الامور الاباء انه لا مصرين انه لازم انتم تحتفلوا في الثورات، هذه ثورات عظيمة. هذه اشعر ان الحرب كانت فترة اختبار، وكمان تربينا إنه إحنا لا، إحنا كنا في وضع تمام، أجل الآن وضع أسوأ بيرجعنا إلى ما قبل 26 سبتمبر أو إلى ما قبل 14 أكتوبر. حابة تعليقك بس على الموضوع دكتورة. هو صحيح هذا الكلام، إنه يعني بالفعل ربما إذا كان البعض بيعتبره إنه يعني وجود هذا الصراع اللي موجود في اليمن وتقسم اليمنيين وتجزء اليمنيين إلى يعني مجاميع وأشلاء وميليشيات وكذا، لكن والخيبات اللي زي ما قلنا اللي نجمت بالنسبة لأهداف ثورة 26 سبتمبر 14 أكتوبر والتراجع عنها على مستوى الواقع، لكن بالفعل هي هذه الوضع الحالي هو ناقوس خطر يعني رن، وكأنه دراما ترجع باك جراوند إلى الخلفية التاريخية للإمامة وتقول لهم هذا الوجه القميء من الإمامة، الحوثيين هو وجه قميء من الإمامة لأنه سوف يعيدكم إلى ما قبل الإمامة وأسوأ من ذلك، لأنه قوة قمعية قوة، وظهر التمايز بين الناس القناديل والزنابيل، وبدأ كمان أيضا الناس الآخرين بدأوا يعطوا مسميات الآخرين بأقل من هذه المستويات أيضا، فهذه النعرات اللي وجدت يعني الآن ومسمياتها أيضا يعني أخذ الطلاب الأطفال والصغار إلى الحروب واستسريبهم من المدارس وكذا، هذه معاناة الآباء أيضا لأنهم كانوا يستبشروا بأنه هناك جيل آخر وأبنائهم يتوارثون العلم يتوارثون، وسوف هذه انتكاسة تعتبر في تاريخ اليمن الحرب الحالية والتشدد اللي حاصل الآن، لكن بالمقابل أن يعتبر أنه موقف لا يعني لحظة تاريخية أو موقف تاريخي الآن يفترض نصحح كلنا كثير من السياسات، كثير من الرؤى، الأحزاب نفسها عندما تختلف يختلف على يعني ممكن يكون خلافها ليس على الثوابت الوطنية، يجب أن تتفق على مبدأ الثوابت الوطنية اللي هي الجمهورية، الوطن، الحرية، العدالة، تقديم التنمية الاجتماعية الشاملة أو المستدامة،
في هناك ثوابت وطنية يفترض يحافظوا على كل القوى الوطنية، والخلاف يكون كيف نقدم هي هكذا دور الأحزاب والمنظمات الأخرى، هي دورها التنافس في خدمة الوطن في تطوير الوطن، كلهم يتنافسوا ويقدموا مشاريعهم من أجل الوطن من أجل المواطن. لكن هذا اللي ما صارش في الفترة السابقة، كل حزب أراد أن يكون جماعتهم في السلطة، كل أنصاره هم اللي يحتلون المناصب، صار تمايز بين الموظفين الكفاءات وبعيدة وأقصت الكفاءات وحطت بدلها من كان موالي للقبيلة أو للمسؤول أو للحزب. لذلك هذه المشاكل المظاهر كل السلبية هذه وهذه العيوب، الآن إحنا في لحظة مخاض جديد الوطن جديد. الشيخ علي يتكلم عن هذا الموضوع بأنه بالفعل نحن يفترض الآن يعني بقدر ما نحن نحزن أو نخجل من ثوارنا الذين قدموا تضحياتهم من أجل الحرية على مستوى اليمن في الشمال والجنوب على مستوى ثورتين وخلال الخلافات الأخرى اللي اختلفوا عليه في الرأي ولجأوا للحرب برغم أنه كان ممكن يكون الحوار أولوية. هذا كل دروس وعبر يفترض نستفيد من الآن، ونستفيد نحن نتجه نحو الأمام، نحن نتمسك كلنا بوطن اتحادي وهو شكل من أشكال الدولة الاتحادية، شكل من أشكال الدولة الواحدة الموحدة بمجموعته، شكل الأقاليم. اليمن الاتحادي عبارة عن يمن مكون من أقاليم، الأقاليم هذه تخدم كل إقليم ولها خصوصياتها مع الأقاليم ولها مواردها، يعني نحن نتجه نحو نصحح مسار تجربتنا ما قبل الحرب. مخرجات كمان لو نلتزم مخرجات الحوار الوطني وأهداف الثورة لو مسكناها واشتغلنا عليها هي المخرج الأساسي لنا. اسمح لنا أستاذة فايزة عبد الرقيب، وأنت إحدى أبرز النساء الجنوبيات حاليا والقيادات الجنوبية المشرفة، سنتحدث مشاهدينا الكرام عن دور المرأة العدنية، عن دور المرأة الجنوبية في سياق ومساقات ثورة 14 من أكتوبر في هذا التقرير. لا يمكن أن ننسى الدور النسائي البارز خلال ملحمة ثورة 14 من أكتوبر المجيدة، فالمرأة كان لها حضور فاعل في النضال ضد الاستعمار البريطاني في جنوب الوطن منذ المراحل الأولى لثورة 14 من أكتوبر عام 1963، حيث أدت دورا مهما في نجاح الكفاح المسلح وأسهمت في خوض مختلف أشكال النضال السياسي والتحرري، فحملت السلاح كما نقلت الرسائل والأسلحة والذخيرة والغذاء للمناضلين، ورصدت تحركات القوات البريطانية وعملائها وزودت الثوار بالمعلومات، كما ساهمت في قيادة الإضرابات وإخفاء الفدائيين وتوعية النساء للوقوف إلى جانب الثورة وجمع التبرعات منهن، وكانت الشريك الرئيس والفعال مع أخيها الرجل على الصعيد الإنساني والاجتماعي والسياسي والعسكري من حيث الاشتراك المباشر وغير المباشر في العمليات العسكرية. ومع احتفالات بلادنا بذكرى ثورة أكتوبر المجيدة، يجب أن نتذكر دور المرأة اليمنية في جنوب الوطن التي أدت دورا مشرفا في مراحل الكفاح الوطني المسلح ضد الاستعمار البريطاني، واستطاعت أن تكون رافدا شجاعا إلى جانب أخيها الرجل بفضل نضالها الدؤوب والمضي رغم القيود المفروضة عليها من الاستعمار البريطاني. قيادات نسائية كثيرة برزت أيام النضال كفوزية جعفر ونجوى مكاوي وخديجة الحوشبية ودعر الردفاني وزهرة هبة الله علي ونجيب عبد الله ورضية إحسان الله ورضية شمشير وماهية نجيب وعدد كبير من الثائرات التي صنعن تاريخا من الانتصارات في ثورة 14 من أكتوبر التي توجت بإعلان الاستقلال يوم 30 من نوفمبر عام 1967. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، كما سمعت في التقرير دكتورة فايزة نتحدث عن دور المرأة العدنية في خضم نضالات ثورة 14 من اكتوبر. لو تحدثين عن ابرز ما قامت به المرأة العدنية والجنوبية بشكل عام. هو لو تكلمنا عن ثورة 14 اكتوبر بانه وذكرت لاعب انك تقول المرأة العدنية، نضيف لها المناضلة دعرة والمناضلة ايضا ام الشهيد علي عنتر، هؤلاء النموذجين اللي أتذكرهم من محافظة لحق وردفان.
الحقيقة هؤلاء النساء اللي في ردفان ولا شاركت المناضلة العرب حمل السلاح أيضا، شاركت في ثورة 26 سبتمبر إلى جانب غالب بن راجح لبوزة في تحرير ثورة 26 سبتمبر، ناصرت الثورة وذهبوا إلى المناطق الشمالية لمؤازرة الثوار في شمال الوطن بعد ثورة 26 سبتمبر. لكن النساء في محافظة ردفان بالذات في منطقة ردفان والمناطق الحالمين وهكذا اشتغلوا مع الثوار، كانوا يمدهم بالسلاح، قد يخفوا السلاح ويمدهم بالمواد الغذائية يخفوهم أيضا. لكن في عدن كان الوضع آخر زي ما تفضل الدكتور طه قبل شوية، أنه كان مستوى التعليم كان محصور في محافظة عدن، وكان تعليم نوعي خاص لتخريج مدرسات، وفي معاهد صحي كان تخريج ممرضات، يعني هو هذا كان المستوى، وكانت بالعشرات النساء لا يعدن يعني. وكانت حتى المبادرات الذاتية في التعليم مدارس أهلية تبنوها التجار، وفتحت للأبناء اللي جايين من المحافظات الشمالية والريفية والجنوبية اللي يدرسوا فيها، كانت في مدينة الشيخ عثمان أو دار سعد. يعني الوضع كان أفرز نساء، نساء طبعا هم عايشين واقع عدن، عدن لم تكن كانت كمستعمرة بريطانية إلى أواخر الخمسينات، كان الطاقم الإداري هو جاي هنود ومن المستعمرة البريطانية، الطاقم اللي العدني كان والناس اللي يشتغلوا في مع بريطانيا كانوا مجرد أدوات مساعدة، كتبة بسيطين أو حاجات كده بسيطة، ما كانش يترك لهم المجال أنهم يشتغلوا في مواقع، لأنه كانت في هناك حكومة، الحكومة الفيدرالية أو الاتحادية كانت شكلوا حكومة كان فيها ممثلين من أصول صومالية ومن أصول هندية يعني، لكن إنهم يمنيين أصل خالص كده ولا شيء ما كانش موجودين في حينها، وفي لكنهم أصبحوا جزء من النسيج الاجتماعي بعد كده. نحن نتكلم على أنه بريطانيا كانت تراهن على هؤلاء الناس بانتماءاتهم وبهوياتهم المنتسبة لهم كبريطانيا، لكن هم بعد كده في ناس بالعكس حبوا اليمن وحبوا عدن وبقوا حتى الآن يعني موجودين، وهم جزء من النسيج الاجتماعي صار، لا نتكلم على حينه يعني في حينه. فبالتالي النساء المواعيات المتعلمات شهدوا الصراع، شهدوا التعنت بالنسبة في مجال إنه الوظيفة العامة ما كانتش كل النساء تقدر تعمل، في فقر في البيوت، ما كانش النساء البسيطات الغير متعلمات يحصلوا مثلا زي ما كان بعد الثورة، انشئت كثير من المصانع واشتغلوا فيها النساء كعاملات، لكن كان التعبير عن هذا الرفض بالنسبة للوعي الاجتماعي، كان الوعي نفسه دفع بالطالبات إلى الخروج بمسيرات ومظاهرات للتعبير عن رأيهم بالنسبة لرفض بريطانيا، هم رافضين المدرسة مديرة المدرسة، ولكنه هذا التعبير خرجوا، كان وراها برضو الوعي السياسي، التوعية السياسية من قبل مناضلين الجبهة القومية والمناضلين جبهة التحرير أيضا، بدفع النساء وبدفع الشباب، فئة الشباب احنا كنا في الاتحاد الوطني أيضا، كانوا مستوعبين المسألة هذه يعني في الثورة، وساندنا الثورة ونجحت النساء، وهناك رموز نسائية كبيرة تقدمت الثورة وقد ولها بصمات، هناك من دخلت السجون، هناك من اغتيلت من على المنابر وهي تخطب في كريتر، هناك نساء بعد كده ساهمنا بعد الاستقلال بالتنمية وأيضا في توجيه النساء باتجاه آخر. هو الجميل في الموضوع دكتورة أنه أساسا الهدف الحقيقي من الثورات هو خلق هذا التغيير، وأنه يكون شيء مستمر، يعني حتى اليوم المرأة اليمنية لها الحق أنها تخرج تتكلم، موجودة في أغلب المؤسسات كذا. الآن حابين بس ننتقل للعميد محمد عبد الله، حابين بس إحنا اليوم نحتفل وسعر الصرف مرتفع بشكل جنوني في المناطق سيطرة في مناطق الحكومة الشرعية، خلينا نتكلم إنه كيف بنحتفل في هذا في هذه الثورة والوضع الاقتصادي يعني مع الأسف متدهور جدا، كيف تشوف إنه يعني إيش اللي بيخلقه ما بعد 14 أكتوبر الموضوع؟ حياكم الله. لازلنا نعاني من هذا من هذه الأوضاع، ولكن نحن نقول يمكن في هذه الأوضاع التي نحن عايشين فيها من دونه بدون رضا الشرعية أو الحكومة المشتركة مع الانتقالي، يمكن بدون رضاهم، لأن نحن تحت البند السابع ولا زلنا يعني زي ما تقول يعني نمشي نحن نحاول كيف نغير بعيش بتكاتفنا وتلاحمنا وتنظيم يعني عملنا يعني وتوحيد الكلمة والرأي. أما بالنسبة للاقتصاد إذا انضبطنا نحن وتوحدنا وصلحنا أمورنا وتفاهمنا الاقتصاد بيصلح،
ولكن نتيجة يعني الخلافات والعنصرية هذا هي الذي أقربت البلاد، العنصرية هي اللي أقربت البلاد. ولا يعني هذا يعني الاقتصاد يعني بنعاني منه، كلنا بنعاني منه، الجندي بيعاني، الضابط بيعاني، الدكتور بيعاني، الطالب، المدرسين، بعض المدرسين رواتبهم ما تجاوز 50-60 ألف. سيادة العميد، إذا ما عدنا إلى الثورة 14 أكتوبر وأنت وكيل محافظة لحج، دور لحج في سياقات هذه الثورة، أبرز ما قامت به محافظة لحج؟ والله يا محافظة لحج دورها من ضمن المحافظات يعني، وأنا مع الأوضاع هذا يعني إن مع الأوضاع هذا يعني بذلت الناس جهود، المحافظ بذل جهد بصراحة، ويعني لكن يعني الخلفيات يعني هذا والتداعيات والعنصريات والحزبيات. لا، نحن نتحدث عن ما قبل ثورة 14 من أكتوبر، عن نضال مناظرين ثورة 14 أكتوبر في محافظة لحج تحديدا. والله مناظرين ثورة 14 أكتوبر لعبوا دورهم الذي قاموا فيه يعني ضد بريطاني، لعبوا دور ولعبوا جهد يعني وضحوا، ويعني كان موقف من أنبل الرجال يعني الذي وقفوا يعني ضد بريطانيا يعني وقفوا يعني حتى يعني انهم الا ضحوا يعني ضحوا بانفسهم يعني وحتى يعني مصاريف اسرهم. نعم. في هذه الايام لان ما كان مع الناس يقعدون ولا شيء يعني، في بعض الناس كانوا يعني موظفين مع بريطانيا جنود يعني ما في يعني معاهم حاجه يعني الا المشايخ او السلاطين اللي كان لهم صله يعني الا شيء حد حصل يعني، ولا قال الناس عايشه يعني على الفطره على الارض. انقل السؤال اليك دكتور طه، يعني ونحن الان في الذكرى 61، الكثير ربما في حاجه يسموها النوستالجيا او الحنين للماضي، الكثير تجدهم في وسائل التواصل الاجتماعي يقومون بانزال صور لما قبل ثوره 14 أكتوبر، هذا هو كان واقعنا وهذا هو ما كنا نعيشه ما قبل ثوره 14 أكتوبر. هناك حاله من التمجيد ان صح التعبير في وسائل التواصل الاجتماعي لما قبل ثوره 14 أكتوبر، يعني ما هي اسباب هذه التفاصيل؟ حول هذا الموضوع يعني وهو منتشر بشكل كبير جدا، الحنين للماضي مثل ما وصفت، لكن لو سألنا عن الأسباب لماذا الحنين للماضي، يعني نحن مثلا على سبيل المثال جيل السبعينات وجيل الثمانينات لم نكن نذكر مثل هذه المواضيع أبدا، لم تكن تذكر مثل هذه، لكن المتغيرات التي حصلت في اليمن هي كانت من بين الأسباب التي جعلت الكثير يحن للماضي. ونلاحظ أن هناك أيضا نوع من الجهل بالنسبة للكثير من شبابنا اليوم في العصر الحالي الذين يجهلون فترة بريطانيا، يجهلون كثير، مجرد يسمعوا من خلال بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض أيضا الأصوات وبعض كذا أن بريطانيا عملت وفعلت، وفعلا بريطانيا عملت وفعلت، لكن بريطانيا ما عملت شيء إلا لصالحها، هذا شيء مهم جدا ولا بد أن يدركه الجميع. بعد طبعا الثورة 14 أكتوبر حصلت تغيرات كبيرة، حصلت تغيرات كبيرة وحقيقة يعني كانت نتائج إيجابية كبيرة في جنوب اليمن. نحن عشنا فترة الأمن، عشنا فترة الاستقرار، عشنا فترة التنمية، عشنا فترة التعليم. بعد 14 أكتوبر أصبحت جنوب اليمن يعني من الدول المميزة على مستوى العالم فيما يخص التعليم، وصلوا إلى هذه المرحلة، يعني المصانع فتحت بشكل كبير جدا، ما يقال من 35 مصنع عندما تحسبها التي وجدت في جنوب اليمن بين محافظات جنوب اليمن المختلفة. أيضا الجانب الفني، الجانب التوعوي بالنسبة للناس، نعم سنعود الأوضاع المادية البسيطة التي كان يعيشها الناس، لكن مع هذا وذاك الكثير من الأشياء من أمن واستقرار وتنمية وتطور وازدهار وتعليم جعل الناس تعيش مرحلة ما زال اليوم الناس يحنوا لها بشكل كبير جدا. واللي حاصل اليوم هو سبب من أسباب جعل الناس يحنون للماضي القديم. نعم. خلينا ننقل بس السؤال الآن للشيخ علي عبد الباقي، ننتقل شوية لدور الشباب، إنه في خلال ثورة 14 أكتوبر إيش كان دور الشباب والذي تغير فيما بعد، يعني هل كان هناك تعزيز، هل كان
حقيقة أنا لو استعرض مثلا النقاط اللي تكلمنا عنها بشكل عام، ثورة أكتوبر إحنا يجب أن إحنا يعني نصفها ونصف الشعب الجنوبي وشعب اليمن بشكل عام أنه كان له دور كبير جدا، يعني بصرف النظر عن فئاته ومحافظاته وتكويناته يعني. لكن فيه شيء من الكلام اللي دار يفترض نركز فيه أكثر. لو أعود للموضوع اللي تكلم عنه الأستاذ العزيز، الحنية للماضي يفترض أن احنا نتغنى الآن بمكتسبات حققوها أهالينا، لكن يعني احنا نتكلم الآن كيف احنا نقول كيف كانت عدن في الستينات في الخمسينات. هذا الإنجازات اللي كانت أو التطور اللي كان حاصل في عدن ليست لآبائنا، كانت المستعمر أجنبي. اليوم أنا أعتقد أنه اللي يبرزوها الآن في الإعلام ويعيدوها هي من باب المحاكاة اللي احنا نعيشها الآن مع الأسف، ومحاكاة سياسية. مثلا في ناس في الجنوب ممكن يظهروا هذا الشيء وكأنهم يتغنوا بهذا أنه هذا عدن. مش خليني استفيض هنا في النقطة هذه، يعني المستعمر جالس يعمل، جالس يبني، جالس يشيد، يعني هناك جوانب ربما قد يقول بعضنا جوانب إيجابية استعمار، لكن هناك جانب إيجابي في هذا الاستعمار. أنا بقول لك حاجة واحدة، ما فيش مستعمر أو أي انقلاب حتى الميليشيا إذا قلبت في بلد معين وعملت انقلاب أو مستعمر من الطبيعي جدا أنه يعمل من أجل أن يقنع الآخرين بوجوده بشرعيته مثلا، سواء كان في الداخل أو كان مستعمر. لكن هو فعلا تطور المستعمر في 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 مكانه وفي ذاته، هو جعل يعني ابسط الامور اللي ممكن يقوم بها في 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 الجزيره العربيه انه يبين انه هذا عمل كبير جدا وكان يعني مشاريع كبيره. لكن للاسف اذا كان بعد 60 سنه من هذاك الوقت الى الان احنا نتغنى بالمنجزات اللي انجزوها في هذاك الوضع، واليوم قاعدين نبكي على الاطلال. يعني هذه مشكلة. أنا أقول لك وأكرر، إذا لم نتكلم عن واقعنا الآن دعونا من الماضي، الماضي بكل ما فيه أنت، لكن يجب أن احنا نتكلم ما هو المخرج. أنا الآن لو سألتكم الآن كمجموعة الآن احنا قادمين إلى أين، ما حد عنده إجابة، وأنا متأكد من الكلام هذا أنه ما في إجابة عند أي واحد في يمني سواء في قمة السلطة أو مواطن عادي المجهول. لازم نعك، نريد مخرج، يجب ان احنا نتكلم ونركز في هذا الجانب. اين المخارج؟ كيف المخارج اللي تندرنا من هذا الوضع المؤسف؟ اما الباقي حتى ولو تغنينا بثوره سبتمبر واكتوبر، كل هذه لا شك يعني فيها ناس ضحوا من اجل هذا. ساعود لاستفيض معك في هذه النقطه عن واقعنا الحالي، لكن دعني اسال دكتوره فايزه، يعني ونحن نتذكر ونتحدث عن جزئيه الحنين الى الماضي ونوستالجيا وكل هذه التفاصيل، الحنين هو لحقبه ما قبل الاستعمار البريطاني، ما بعد الثوره 14 من اكتوبر بدا المد الشيوعي في المنطقه، الجبهه الوطنيه والحزب الاشتراكي اليمني، هل ما قامت به الحكومات المتعاقبه في المحافظات الجنوبيه او في جمهوريه اليمن الديمقراطيه ان صح التعبير لم تكن مقنعه بشكل كبير حين يتم مقارنتها بما قبل ثوره 14 من اكتوبر؟ على العكس كانت مقنعة أتوقع، لكن خليني برضو بس لو سمحتوا لي يعني جزئية كده، يعني أنا من عدن وعشت في عدن وتربيت أيام وجود المستعمر أيضا، بداياته مش كبيرة في السن بس يعني الله يعطيك كل عمر. فأتذكر أنه يعني بريطانيا، أبي كان يشتغل مع بريطانيا أيضا، وبريطانيا لم تعمل أي منجز لعدن زي ما قلتم، اتفقنا أنه بريطانيا ما عملته هو قاعدة وشركات ومؤسسات تحمي أو تخدم مصالحها في المنطقة نفسها. حتى الجيش الليوي اللي كانوا يسموه جيش الليوي، هي شكلت جيش وأسست جيش عشان يقارع أبناء القبائل في المحافظات الأخرى يعني يقمعهم على اعتبار أنه تحمي جيش، تحمي رجال البريطانيين يعني قادته. لذلك لم تعمل أي شيء إلا ليلبي مصالحه. وجدت الضرورة بالمدرسة زي ما قلت لكم، إنه تعلم بنات في المدارس وكذا، لأنه بدأت في حركة وعي عربية
يعني بدأت ظهور الحركات العربية والقومية من الخمسينات أو آخر الخمسينات، الناصريين والقوميين العرب والبعثيين، ولذلك في ناس طلاب درسوا في العراق، درسوا في سوريا، درسوا في مصر، استلهموا كثير من الأشياء هذه، خاصة أبناء التجار اللي ذهبوا والمتسرين، مش كل الناس كانت تروح تدرس ويروح يدرسوا على حسابهم برا، كانوا ما بعد الثانوية، وما هيش ثانوية، كانت تسمينا سكندري سكول فور ييرز، يعني يدرسوها فقط 4 سنوات بعد الابتدائية. فدول اللي رجعوا هم كانوا محملين بهذا العلم وهذا الوعي، ولذلك بدأت الأمور تنتشر، ظهور كمان مفكرين زي عبد الله عبد الرزاق بادي، ظهور أسماء كبيرة كانت في عدن ومبارز القات، وكانوا يتناولوا القضية العمومية وقضية القمع بالنسبة لهم والضغط عليهم، الرواتب كانت مهضومة وقليلة مقارنة بالموظف الهندي اللي يشتغل في تبع بريطانيا وبنفس الوظيفة اللي توازيه الموظف اليمني، أمور كثيرة يعني هما لم يحقق، بريطانيا لم تأتي بأي منجز، وكل ما عملته كم مدرسة، مدرسة بنات واحدة في عدن، لما نجي نتكلم كم مدرسة، يمكن 3 مدارس في المعلة وكريتر والشيخ عثمان، 3 مدارس البنات الابتدائي، الأولاد نفس الشيء، البنين يعني ما هوش من المنجز اللي يتكلموا عليه، لكن هنا العيب إنه لم يقوم القادة والمسؤولين ما بعد الثورتين إنه بتعبئة الناس وتوعيتهم كيف كان النظام، ما فيش مقارنات حصلت ولا دراسة ولا في المدارس، يعني مثلا وسائل تعليمية متقدمة إنه يعملوا مقارنات في عيد الثورة، ثورة أكتوبر وسبتمبر، يقول للطلاب هذا الوضع كان ما قبل وهذا الوضع الحالي، يعملوا مثلا جلسات تمثيلية أو كده، يعملوا سيناريوهات تمثيلية، مسرح المدرسي، مسرح المدرسي، المجلات العادية، مقصص الأطفال، ما فيش، يعني نحن أخطأنا بحق أنفسنا، وأخطأنا بأنه ذهبنا للصراع أكثر من الاتفاق، يعني كان في الجنوب لما نتكلم عن تجربة الجنوب، والبعض يعيب على مراحل المراحل اللي عاشها الحزب الاشتراكي، أو لأنه كان هو جهن العملة واحدة، هو الحزب وهو السلطة وهو الحكومة أيضا مكوناته منهم، فكان البعض يعيب عليه يقول دون يتقاتلوا كل 5 سنوات، لا ما همش كانوا يتقاتلوا من فراغ، هم كانوا مكان أفقهم ضيق، نفسهم ضيق، بأنهم يوصلوا إلى حوار وقناع وإقناع الآخرين بمشروعهم، كانوا يتتباين كل ما، وهذا طبيعي أنه كل ما تنمو التجربة، أي تجربة كانت حتى على مستوى الأسرة، كل ما تكبر الوعي، كل ما تزداد هناك تفتح أمامهم آفاق أخرى جديدة، ولذلك الصراعات لما كانت تتم بداخلهم ما كانوش يلقوا للحوار وتفاهم، ونسوا أعتقد أو تناسوا أنهم كانوا في خندق واحد في يوم من الأيام، وضعوا رؤوسهم على كفهم عشان يحاربوا بريطانيا ويقوموا هذه الثورة، الأخطاء اللي جاءت هي اللي يعني وصل تراكم الأخطاء سواء في الجنوب أو في الشمال، أيضا في الشمال في اغتيالات سياسية للحمدي للغشمي لغيرهم، أيضا في إقصاء للعسكريين والقوى الوطنية وتهميشهم من العسكريين والقادة الثورة، وتم تصفية عبد الرقيب عبد الوهاب، وتم تصفية كثير من الناس أيام ثورة سبتمبر ما بعد الثورة ونجاحها، لأنه حبا أو بحثا عن التسيد السياسي والسلطة السياسية، تصفية الناس اللي حولك والمعارضة لك عشان أنت تصلك السلطة ويصلك القرار، لذلك نحن أو قاداتنا أو التراكمات هذه اللي أفرزت انهزاميتنا اليوم، ونتكلم عن اليوم يعني أنت سألتني سؤال إنه ما بعد ثورة أكتوبر استقلال، نحن شاركنا بالعكس، المرأة وجدت مساحة واسعة وطويلة وعريضة، مثلا اتحاد نساء اليمن تأسس، دعم الدولة والحزب، دعمت النساء وكونت اتحادات وفروع لها في كل مختلف المحافظات الجنوبية، طورت من تفكير المرأة في المشاركة الاجتماعية الواسعة، ولكن لن أقول السياسية، المرأة ما زالت من بعد الاستقلال وما قبل الاستقلال وما قبل الاستقلال الثورتين يعني تشتكي من التمكين السياسي والتمكين الإداري، لا توجد النساء، لا يوجد إنصاف للمرأة حتى اليوم، المرأة تظل تنافس في مكانها وتقارع وتصارع، وفجأة تلاقي واحدة أخرى ليس لها أي قيمة ولا أي معيار سياسي أو حكومي أو كفاءة تتبوأ منصب لأنه جابها رجل، ما زلنا حتى الآن نحن النساء نشتكي من هذه الدائرة، وأيضا الرجال نفس الشيء، هناك كفاءات ثقافية وكفاءات علمية وكفاءات مهنية من الرجال أيضا نفس الشيء يعانوا، ولكن لأنهم هم الغلبة ولهم القرار نحن نقول أين نصيب المرأة، إنما الحقيقة المثقف ورجل القرار ورجل اللي قادر يصنع حياة مدنية حقيقية وعنده إمكانية في صناعة المستقبل، لأنه ما هي الإمكانيات؟ علمه، ثقافته، سلوكه، ممارسته، تجاربه، هذه للأسف. طيب خلينا نظل في نفس المحور اللي هو دور المرأة، بس ننتقل إلى لحج، هل كان خلال الثورة في مشاركة أو ظهور وجود حقيقي للمرأة خلال ثورة 14 من أكتوبر؟ طبعا
طب ممكن تكلمنا شوية في طبعا الموضوع. في كل المحافظة يعني وفي الأرياف في كل مكان ما نزال المرأة يعني حقوقها. ويعني كان في يعني شكلوا اتحاد نساء اليمن في المحافظة وتفرع في المديريات وتفرع في المراكز وكل الأماكن يعني. ولا زالت المرأة يعني لا زالت إذا كان في يعني الآن مستحقات ومستلزمات وأخلاء العنصرية وحب الذات في السلطة يعني لا زالت المرأة بتمارس يعني وبتشق طريقها. نعم. ولا شقوا طريقهم يعني الآن يعني بس نحن الذي أحرقتنا هي أحرقتنا العنصرية وحب الذات يعني هذه هي والمجاملات التي الآن أحرقتنا. لأننا ما نقدر نعمل أي حاجة الآن إلا إذا اقتلعنا هذه الجرثومة. إذا اقتلعنا هذه الجرثومة وفي ناس وطنيين صحيح بيشتغلون ممكن بيقيموا دولة ماشي ما بتقدر تقوم يا أخي. نعم. الآن عدنا نشركنا الآن دولتين زينها دولة واحدة هذا الآن استمر الخلاف أكثر. أنقل الحوار لك دكتور طه وأنت ملحقنا الثقافي هنا في سفرتنا في الرياض. عندما نتحدث عن واقع الثقافي في ما قبل ثورة الرابع عشر من أكتوبر وما بعد ثورة الرابع عشر من أكتوبر كان هناك كثير من المثقفين الذين ربما كانوا ينظرون لثورة الرابع عشر من أكتوبر يكتبون عن ثورة الرابع عشر من أكتوبر وأيضا برز الحراك الثقافي والحراك الفني بشكل كبير ما بعد ثورة الرابع عشر من أكتوبر. هناك الكثير من الأفكار سواء أفكار قومية أفكار شيوعية أفكار اشتراكية كان هناك حراك ثقافي كبير وكبير جدا. لو نتحدث بتعريج على واقع واقع ثقافي ما قبل الثورة وبعد الثورة. حقيقة الواقع الثقافي ما قبل الثورة وما بعد الثورة نلاحظ أن في فترة أيضا الاستعمار البريطاني وما قبل الثورة بالأصح نشطت هناك ما يسمى بالمنتديات. المنتديات كان يحضرها الكثير من المثقفين والكثير من الفنانين والشعراء وغيرهم الذين كان لهم دور كبير في أيضا إثارة الناس وأيضا تحميسهم للتخلص من بريطانيا. وهناك الكثير من الأسماء الذي لعبت دور كبير في هذا الجانب ليس على مستوى أيضا الجانب المنتديات ولكن حتى على المستوى الفني. لو تلاحظ أن الكثير من الفنانين اليمنيين في جنوب اليمن لعبوا دور كبير في هذا الجانب وبرزوا بشكل كبير جدا مثل أحمد بن أحمد غاسم وأيضا محمد صالح عطروش والمرشدي وغيرهم الكثير الذين ما زلنا حتى اليوم نسمع الكثير من أناشيدهم وأيضا أغانيهم التي تمثل جزء من هذه الثورة وجزء أيضا من الحماسة التي لعبت دور في إثارة شعب الجنوب بالخروج وأيضا الوقوف ضد المستعمر. أيضا هناك الشعراء مثل لطفي جعفر أمان وغيره من الأسماء التي ظهرت في ذلك الحين. المنتديات أيضا لم تكن على مستوى الرجال ولكن أيضا على مستوى النساء. نحن عندما ننظر اليوم إلى بعض القصص التي نسمعها أو نقرأ عنها لبعض النساء مثل نجوى مكاوي وغيرها من المناضلات نشعر أن هناك كان في نوع من الوعي الكبير الوعي الثقافي الوعي السياسي الوعي الاجتماعي الوعي العلمي بالنسبة لمثل هؤلاء النساء وأيضا الرجال الذين حولوا حتى بيوتهم إلى منتديات ثقافية ومنتديات علمية. ما بعد ثورة 14 أكتوبر أيضا برزت الكثير من الأصوات الثقافية وانفتاح جنوب اليمن أيضا على العالم وخروج العديد من البعثات التعليمية من قبل الدولة سواء الاتحاد السوفيتي أو غيرها من الدول التي أو مصر أو غيرها التي فتحت جامعاتها ومدارسها لأبناء اليمن في الجنوب كان هذا له دور. وكانوا هؤلاء نواه بعد عودتهم إلى جنوب اليمن ولعب دور كبير في زيادة ثقافة الناس ووعيهم.
بما أننا تكلمنا عن دور الأغنية والجانب الثقافي وأنه الثورات دائما ما تخرج كثير من المواهب وكثير من الإبداعات وانتشار كمان واسع وخصوصا في ظل الوضع الراهن، نحن السوشيال ميديا أصبحت أساسا منصة لوحدها لنشر المواهب، لكن أهم دور الأغنية أو دور الشعر أو الكلمة أو الأغنية اليمنية في تعزيز ثورة 14 من أكتوبر. معنا تقرير بسيط نشوفه وبعدين نرجع نكمل الحلقة. الأغنية الوطنية في جنوب الوطن كان لها الدور الكبير في مقارعة الاستعمار وأدواته وإلهاب حماس الجماهير وتحريضهم لمقاومة الظلم والطغيان وإيقاظ الشعور الوطني في نفوسهم. وساهمت الأغنية الوطنية اليمنية منذ وقت مبكر في جبهات النضال معززة الروح الوطنية لدى أفراد المجتمع وشكلت دافعا معنويا وزادا روحيا، أوقد الروح الثورية في نفوس كل أبناء الشعب على امتداد الوطن شمالا وجنوبا. مظهر الحزين عدد كبير من الفنانين وقفوا وراء أغاني مثلت أيقونات خالدة وسخروا فنهم سلاحا لا يقل أهمية عن سلاح الجندي في معركة الحرية والكرامة، وكثيرة هي الأغنيات التي قدموها خلال الثورة. ومن هؤلاء الفنانين محمد مرشد ناجي ومحمد عطروش ومحمد سعد عبد الله وأحمد بن أحمد قاسم ومحمد عبد زيدي وعبد الرحمن باجنيد وطه فارع وحسن عطا وغيرهم من الفنانين. بلدنا من أجل الثورة تنضحي والكل يبكيها، يا بلدنا من أجل الثورة تنضحي والكل يبكيها، ونشاكح من أجل العزة ومجدنا لابد نحييها، بإرادة عزيمة قوية بنكافح لأجل الحرية، بإرادة عزيمة قوية ملاحم فنية خالدة عبرت عن إرادة ورغبة الثوار الأحرار ومرت من فوهات البنادق لصناعة واقع جديد خال من الاستعمار والاستبداد. أغاني ما زال اليمنيون يرددونها إلى اليوم استذكارا للماضي واستشعارا بأهمية الحفاظ على الوطن وأمنه وسلامة أراضيه. الله الله يا اكتوبر، الله على نورك في بلدنا، الله الله يا اكتوبر، الله على نورك في بلدنا، الفرحة بخدومك تكبر يا أحلى وأجمل أعيادنا، اكتوبر يا عيد الثورة حضنا فيك الأسطورة، اكتوبر يا عيد الثورة حطمنا فيك الأسطورة، وجدنا لما تحررنا يا سلام على نورك في بلدنا، الله الله يا اكتوبر، الله الله يا اكتوبر، الله على نورك في بلدنا، الله الله يا اكتوبر، الله على نورك في بلدنا، الفرحة
اهلا بكم من جديد وكل عام وانتم بخير مجددا. ما زال معنا ضيوفنا في الاستديو، نرحب بهم مره اخرى. شفنا التقرير، الفن عندما يكون رساله، صاحب رساله واعيه، عندما يكون له هدف اساسا في ايصال رساله معينه، او ايصال لما يكون الفن مواكب اساسا لصوت الشعب وصوت المكان اللي هو موجود فيه. شفنا التقرير سمعناه. دكتوره ابدا معك، في الحقبه اللي هي نفسها في فتره 14 اكتوبر وما بعدها، كيف كان دور الفن وكيف كان مشاركه المراه في هذا الشيء؟ الحقيقه شوفي، الفن والادب والثقافه هي موجوده زي ما تفضل الدكتور طه، ولكن هي ايضا جاءت في فتره يعني من خلال المنتديات الثقافيه. هناك ايضا حتى جمعيات نسائيه اشتغلت، جمعيه المراه العربيه اشتغلت، وجمعيه يعني كانت كانت تشتغل على أساس أنه خياطة وتطريز وثقافة وكذا، وهي مقارية لجمعيات أخرى بريطانية ونساء اللي هم في الوزارات الحكومة المستعمرة كانوا يحضروها، وذلك كانت بالتالي يعملوا مثل هذه الجمعيات للمرأة. لكن في الواقع حتى الفن نفس الشيء، النتاج أولا يعني لما نتكلم عن الثقافة والإعلام، تلفزيون عدن كان ثالث تلفزيون على مستوى الوطن العربي بعد مصر ولبنان. قناة إذاعة عدن أسست في عام 1956، وهي جاءت في هذه الفترات لأنه كانت فترة صراع تحرر وفي نضال تحرري من قبل الآخرين. هو جابوا هذه القناة التلفزيون والإذاعة لإلهاء الناس، يعني لإلهاء الناس على القضية الأساسية والنظر للتحرر، وكانت ولذلك لقوا أيضا للفنانين. لكن لا يعني ذلك أن الفنانين مش هم أبناء الوطن، وهم أيضا من اللي تغدوا بالتربية الوطنية وبحب الوطن وحب هذا، وهم ناس مثقفين أيضا يعني وتعرفوا على التجارب الخاصة من خلال سفرياتهم واطلاعهم على التجارب التحررية وعلى التميز والفن في مصر والفن التحرري في مصر. مثلا أغنية العطرش الفنان الآن، هذه أغنية بين راعي استعمار اللي كانت فيهم يعني بيوم واحد كتبها في ليلة الاستقلال. ليلة الاستقلال طلب منه أنه نشيل أغنية تعبيرية عن هذا، غنى كتبها ولحنها وقدمها في ليلة الاستقلال، عشية الاستقلال برعي استعمار. كانوا ناس صحيح أنهم فنانين، ولكن فنانين واعيين أيضا ومدركين للفن ومشاعره ورسالة النبيلة، لأنه الفن ممكن يوصل رسالة أكثر من 100 مقالة، صحيح، من 1000 مقالة ومن 1000 اجتماع، لأنه ينتقل إلى عبر الأثير إلى الجميع، والناس يتداولون الأصغار والكبار. بعد الاستقلال طبعا ظهرت ستينات بيض أرض الفنانات اليمنية وتم دعمهم أيضا انطلاقا من واقع اجتماعي تحرري نسبي، يعني أن المرأة كانت موجودة، ولذلك بعض الفنانات ظهروا وتراجعوا للبيوت بسبب العادة، قوة العادة وليس قوة الوعي للمرأة، رجعت للبيت وعاشت ربت أطفالها وكذا. في بعضهم ظهروا كأسماء قوية واستمرت يعني استمروا في أدائهم ولهم بصمات يعني على مستوى الإذاعة والتلفزيون. بالنسبة للإعلام والثقافة والأدب تطور رهيب بعد الاستقلال، لأنه فتحت دور. أولا كانت هناك في منتديات ثقافية مشتركة، منتدى مثلا جمعية الثقافة اليمنية، الصداقة اليمنية الألمانية، الصداقة اليمنية الصينية، الصداقة اليمنية الروسية، وكان دول يعلمون احنا يعني اللغة الروسية ويمهدوا الطالب قبل الذهاب إلى روسيا. أيضا في هناك أنشطة ثقافية كانت تقام، كانت الاحتفال المسرح المدرسي كان موجود في المدارس الابتدائية والإعدادية، وكان الطالبات والطلبة نتنافس في أعياد الثورة أيضا، نقدم مسرحيات وأغاني واحتفالات وطنية. في احتفال كان معنا حتى المهرجانات والكرنفالات في أعياد الثورة كان نقيمة. أنا مثلا من ذكرياتي أذكر أنه يعني كانت يوم عيد الثورة هذه أكبر حتى من عيد الأضحى وعيد الفطر، يعني إذا سميتها، لأنه كان لابد أبي مجبر أنه يخرجنا بسيارته يلف بنا، لأنه أن عدن تنير بالأضواء ونشوف الإنارة في كل مكان والأغاني نسمعها من الراديو ومن الشارع والناس تحتفي بهذه المناسبة حقيقة، وهي علمت علينا إحنا الجيل هذا. لكن ما بعد الصراعات اللي صارت يعني بدأت تنحسر هذه الموضوع. هذه النقطة أنقلها تماما إلى الدكتور يا أكرم لو سمحت، بس بضيف ملاحظة مش هي بعيد عن الموضوع عشان ما أنسيها. أنا أحيي من هنا صديقاتي وأساتذتي ومناضلات حرب التحرير، لأنه نساء اليمن بالذات اتحاد نساء اليمن اشتغلنا في المحافظات الست، نساء كانوا ربات بيوت استطاعوا أن بدعم الرجل وتوعيته لهم دفع بالنساء وقدموا أشياء، هن الآن بالسبعينات وتعابة من يسأل عليهم؟
يعني تجربتهم الرائدة الكبيرة تراجعت. أنا أصلا في مجموعة مع اتحاد نساء اليمن القدامى وأجلس أتحسر عليهم هم يتكلموا اللي هي مريضة واللي هي كبرت في السن واللي تحن إنه العمل النسائي اليوم مش صحيح، منظمة المجتمع المدني لا تعمل بطريقة تخدم المرأة وهكذا يعني. فأنا أحييهم من هنا حتى بعدين ما يعتبوش عليها لما أرجع. وإحنا كمان نحييهم معك. نحييك أيضا ونوجه لهم كل التحايا. نقول لك الحديث دكتور طه ونحن نتحدث عن واقع الفن والفنانين في بلادنا، بطبيعة الحال نحن أيضا جيلنا نشأنا على هذه الأغاني، نشأنا على سواء أغاني ثورة 14 من أكتوبر أو أغاني ثورة 26 من سبتمبر، لكن لم يعني نسمعها لكن لا نعرف دورها في تلك الحقبة التاريخية. في ما دور الأغاني، دور الموسيقى بشكل عام في دعم وإسناد المناضلين في تلك الحقبة أو الوعي الجمعي بشكل عام؟ حقيقة مثل هذه الأمور وخاصة الجوانب الثقافية والفنية كانت تشكل جبهة كأي جبهة من جبهات السلاح الذي كانت تواجه بريطانيا أو غيرها، يعني حتى أصبحت بعض الأناشيد وبعض أيضا الأغاني تعتبر ممنوعة في تلك الفترة الزمنية وتعتبر كنوع من التمرد، مثل التمرد من حمل السلاح كما كانت تنظر لهم بريطانيا. طبعا هذه الأغاني التي ما زالت اليوم موجودة وفي داخلنا وفي داخل كل يمني أو مثلا جنوبي في جنوب اليمن الشريف، وأيضا ما زالت الوطنية فيه تعتبر شيء مؤثر كبير جدا، خاصة وأن ظهر في هذه الفترة الكثير من الشعراء والفنانين الذين واجهوا بريطانيا بالكلمة بالأقنية هذه كلها أمور يعني كانت تشكل شيء وجانب مهم في خروج القوات البريطانية، خاصة وأنها كانت تشكل نوع من الإثارة للشارع الجنوبي، يعني الناس كانت تثار بسبب هذه الأغاني ضد بريطانيا. وهذا الشيء لاحظه حتى يومنا هذا، لاحظ في كثير من الأناشيد وغيرها الذي ظهرت في كثير من المحافظات خاصة بعد انقلاب الحوثيين وغيرهم، هذا كنوع من الإثارة وأيضا الترويج لبعض الجماعات وهي كثيرة، لكن في فترة بريطانيا وما بعدها شكلت جانب إيجابي وليس جانب سلبي للشارع في داخل عدن أو في أي محافظة من محافظات الجنوب. ورسمت كمان ذكرى، يعني لما نشوف الأجيال السابقة مجرد ما يسمعوا أغنية وطنية أنه يسترجعوا إلى حقبة زمنية معينة. صحيح صحيح، وحتى فيها نوع من التأثر عندما تسمع مثل هذه الأغاني الوطنية. إحنا كجيل جديد نفس الشيء، يعني وإحنا ما عشناش الأحداث هذه، فتحس أنه على العكس الآن اللي حاصل، يعني كل فئة معينة تجيب أغاني، دور الزوامل الآن ما بقاش الفن بصراحة، مش الرسالة اللي هي موجودة أساسا زي ما كانت عند الأولين والسابقين. صحيح، هذا اللي حاصل الآن اللي حاصل. لأنه كانت هذه الأغاني والأناشيد وكانت تمثل وجهة نظر الشعب بشكل عام وليست فئة معينة أو جماعة معينة. في كل المحافظات مختلف الأنواع والقبائل الكل كان ينظر إلى هذه يعني الأغنية في الجنوب بأنها نوع من أنواع يعني الذكرى والإثارة، وأيضا يذكرهم بهذا المستعمر الذي احتل أرضهم والذي طرد أيضا قصبا عنه، لأن في كثير من الأصوات التي تظهر اليوم وتقول أن بريطانيا خرجت بإرادتها. بريطانيا لم تخرج بإرادتها، خرجت بالسلاح سواء في الداخل أو أيضا المتغيرات الحاصلة في الخارج. نقول الحوار لك شيخ علي المسلماني، حينما كثير مننا نتحدث عن واحدية النضال، واحدية الثورة، واحدية ما بين ثورتي 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر، إذا ما تحدثنا عن هذه النقطة تحديدا، كيف كان هناك حالة من الامتزاج ما بين هاتين الثورتين؟ لا شك أن ثورة أكتوبر هي امتداد لثورة سبتمبر، يعني فلهذا يجب أن احنا نتغنى بالثورتين يعني بشكل عام. احنا يعني اللي جذبني للموضوع أكثر وأكثر أنه عندما تكلمت أنت وقلت أن النضال هو له عدة أوجه،
فالحركة الفنية لا شك انها وجه من اوجه النظام. نعم، ولا زلنا اليوم نحن بحاجته، لانه في 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 جيلنا اليوم فيها الكثير اللي ممكن يستهويهم هذا، مثل ما احنا نتغنى الان بالاغاني القديمه والاناشيد الوطنيه اللي كانت في ثوره اكتوبر مثلا. احنا نريد الجيل الان انه يعيش هذه اللحظه في ظرف الميليشيات المتواجده الان. احنا زي ما قلت واكرر وارجو الا تاخذوني في هذا الجانب، انا اتمنى ان نعي الفتره اللي نمر بها كلنا، يعني الكلام هذا لنا بشكل عام، الكبير فينا والصغير. احنا عندنا يعني في فتره 10 سنوات تكلمنا قبل شويه، احنا للاسف تنقلنا في مواضيع محاور لكن احنا ما دخلنا في التفصيل. مثلا عندك الحركه الحوثيه اللي موجوده الان في اليمن، الجيل هذا اللي لمده 10 سنوات، هل تعتقدون هذا الجيل 10 سنوات يعني مش كافيه الى غسل ادمغه هذا الجيل؟ قنابل موقوته للمستقبل، قنابل موقوته. نحن ما نعاني ولا نشكي من الجيل لكبار السن، كبار السن يحنوا الى الثوره وفعلا معارضين للحوثي حتى وان سكتوا الان. صح. هو يعني مجبورين ان يقولوا كذا، لكن الجيل الجديد التوعيه الان، احنا نعاني الان من النشأ هذا. لماذا انا قلت قبل شويه احنا قادمين الى ايش؟ احنا الان احنا مش عارفين هل طيب في سلام؟ في النقطه هذه شيخ، يعني هل اصبحنا امام انسداد مطلق؟ يعني الواقع الذي نعيشه حاليا، اذا ما تحدثنا عن واقعنا الحالي، نحن امام انسداد مطلق، العالم لم يعد يأبه بنا نحن كيمنيين، الحرب اليمنيه اصبحت حرب منسيه، هناك دعوات كبيره لتسويه سياسيه في ظل واقع رافض لفكره التسويه السياسيه، وفكره التسويه السياسيه نوع من تمييع الواقع وتمييع وسفه للواقع الذي نكابده. نعرف هذه الميليشيات انها لن تسلم سلاح ولا يمكن ان تصل لتسويه سياسيه. هذا 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 شيء معروف. اتكلم الاخ قبل شوي وقال المنتديات في عهد الثوره في اكتوبر مثلا، في عهد الاستعمار البريطاني كانت فيه هناك منتديات. احنا الان موجودين، لو تكلمنا عن الناس اللي موجودين مثلا في الرياض، لماذا ما نلتقي في منتديات ونتكلم عن 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 مشاكلنا الانيه ونتكلم عن الحلول التي ممكن؟ هذا يكون لها دور حتى عند الاخرين انه يسمعوا ماذا نعاني منه وماذا نخرج به. لكن احنا الان زي ما اقول لك انه مش فاهمين بالضبط، يعني احنا الان هل احنا في مرحله سلام دائم؟ هل احنا في مرحله حرب؟ هل نسلم بهذا الامر ان الحوثي انه معلش هو مستحيل انه يكون سلام، لانه لليوم في حالات قنص، في حالات في ضرب، يعني ميليشيا الحوثي حتى اليوم يمكن حتى هذه اللحظه شغالين قنص وارسال قذائف الى بعض المحافظات. انا ما اتكلم انه في سلام من الحوثي، احنا كجهه ممثله للحكومه احنا نتقبل القنص منهم، لكن احنا ما نرد الى الان، احنا ما ردينا، يعني بما معناه انه يخترقوهم هذا. ايوه احنا، انا اتكلم الان، انا بسالك سؤال، يعني عفوا هل انت الان مقتنعه بهذا الوضع اللي احنا نمر به؟ ما فيش حد مقتنع، يعني من فوق الى تحت ما حد مقتنع، يعني ما هي فقط. ما هي الحلول التي احنا مثلا اللي تطلع لها؟ مش من حقنا نتكلم فيها؟ اكيد يعني من حقنا، اكيد انا معك هذه النقطه. انتم في الاعلام يعني من الطبيعي جدا انه لا تريدوا الشفافيه المطلقه، يعني لا نتحدث بكل لكن شفافيه، لكن هذه قضايانا كلنا بشكل عام، في الاخير هذه اشياء يعانيها ويكابدها المواطن اليمني. لكن دعني انقل الحوار الى سياده العميد، يعني وانت من محافظه لحجي، اذا ما تحدثنا عن واقع المحافظه بعد 61 عاما من ثوره 14 من اكتوبر، ما هي ابرز الانجازات اللي حصلت في لحجي خلال ما بعد ثوره 14 من اكتوبر؟ والله حصلت انجازات، يعني في مجال التربيه، في مجال كليات التربيه، في مجال المستشفيات الصحه، في مجال الطرقات، في مجال يعني المشاريع الخيريه في المديريات في المناطق، ويعني ما فيش اي حاجه انها تقولنا انها كان من اول ما التمست محافظه لحج بالذات، ما التمست من ايام بريطانيا الا حق السلاطين والمشايخ اللي كانوا من اهل الانبياء. اذا ما تحدثنا عن واقع السلاطين في محافظه لحج، ايش هل كانوا داعمين وساندين لفكره الثوره ام كانوا نوعا ما متخوفين، خصوصا ان هناك مد قومي واشتراكي؟ لا في بعضهم كانوا داعمين للثوره، طبعا في بعضهم كانوا داعمين للثورة، والعبدالي من ذي واجه في الثورة يعني وقاتل، يعني
كانوا يعني لعبوا دور كبير. بس المشكله ان المحافظه يعني اغلبيتها مناطق ريفيه ريفيه، ما وصل اليها يعني اي، ما وصل اليها اي اي زي ما تقول احتلال او التمست شيء، يعني انها في احتلالات ولا يعني وصلوا كانوا دخلوا ردفان واجهوهم بالثوره. يعني تقابل المناضلين وبرزوا فيهم. هل تعرف انه يعني حصل تهديد يعني من هذا من ميجر فليبس، حصل منه تهديد برساله، ارسل له رساله للبوزه قال له يعني اذا ما تعيد تسحب السلاح اللي جبته من الشمال وتعيده يعني انك يعني ستتعاقب وما تدفع يعني الثمن اقل من هذا. رجع له برساله يعني معاه حبه رصاص جنبها، رجع له برساله معاه حبه رصاص اذا تخرج 3 كيلو من عندك من الحبيلين من حيث انت يعني والملاح يعني انك بتنتهي انت وقوتك. فعلا واجههم اليوم الثاني، واجههم اليوم الثاني يعني واجههم يعني بالقتال. نعم من اليوم الثاني واجههم. بعدين في الليل يعني قزوا عليهم وهربوا الى الجبل، الى جبل يعني من هناك يعني عندي هذا المفهوم بس مش مقيب له. يعني بعد ما يعني واجههم اليوم الثاني اصطاب بن البوزه لم قبلوا لهم بسلاح، ارسلوا لهم رساله جماعتهم كانوا متكاتفين يعني ان في قوه تقدم عليهم مع سلاح مدفعي وسلاح هذا يعني نزلوا واجههم بالوادي. تواجههم يوم 4 ساعات من الساعه 12 لما الساعه 4 من الساعه 12 لما الساعه 4 العصر اقترح البوزه. نعم وغيبت 3 شظايا مدفعيه من لون. بعدين نزف دمه يعني انتهى، مش بدهم حاجة. نعم خذهم سحبوا انفسهم شلوا انفسهم الثوار الباقين. لكن بريطانيا انسحبت على طول. هو في بطولات، هو فعلا في بطولات حقيقية في وفي انجازات كمان حققت، في ناس ضحوا وفي ناس استشهدوا في في في. لكن بنتكلم شوية مع الدكتور كجانب يعني كجانب ثقافي إلى جانب تاريخي نوعا ما، بنقول هل الثوار والشهداء كما قالت الدكتورة انه في نساء الآن مشاركات في الثورة لكن ما لقوش حقهم الكامل، ايش ممكن احنا ممكن نسوي للثوار والشهداء شيء يعني كتكسيد او حاجه تذكاريه؟ يعني احنا كجيل جديد مش مطلعين على كل الاشياء، في شخصيات يعني السنه هذه السوشيال ميديا نزلوا صور شخصيات كثيره من الثوار القدامى وناس نزلوا صور امهاتهم ابائهم انهم كانوا مشاركين في الثورات، كدور ثقافي ايش اللي ممكن نعمله في هذه النقطه؟ انا من وجهه نظري فيما يخص مثل هذا الامر، الكثير من الشخصيات من ذكرت في التاريخ والكثير من الشخصيات التي هضمت لم تذكر. صحيح. وناس شاركوا أيضا في هذه الثورات وناس بعد انتهاء الثورة بقيوا في بيوتهم كما هم وهضموا حتى بالرواتب، لم يستلموا حتى بالرواتب. وحتى الذين قاموا مع الثورة وكانوا أسماء أيضا معروفة نجد أنهم لا يستلمون أصلا شيء. وكان التاريخ يكرر نفسه، يعني الحوادث هذه دائما ما تتكرر، تتكرر هذه هناك ممتطين ومتسلقين على أي ثورة. هذا يعتمد على الدولة نفسها ومدى اهتمامها بمثل هذه الفئة الذي قدمت الكثير، والذي لولا هذه الفئة ما وصل مثل هؤلاء إلى هذه المواقع الذي وصلوا إليها اليوم. نحن نحتاج اليوم حتى في مناهجنا التعليمية إلى إظهار أسماء مثل هؤلاء. صحيح. قصصهم أيضا سواء من رجال أو نساء لابد أن يوعى الجيل الجديد الآن بتاريخ أجداده، بما قدمه أجداده من تضحيات أيضا من الكثير، أيضا دعموا حتى بالأموال التجار أصحاب المال. صحيح. قدموا الكثير. صحيح. قدموا الكثير، لكن للأسف مثل ما قلت إن هناك بعض الفئات بعد انتهاء يعني مثل هذه الثورة اكتفوا بأنفسهم في بيوتهم ولم يحاولوا أن يظهروا، ومن وجد له الدعم وأيضا السند أو بعض المجاميع الموجودين في السلطة حاولوا أن يرفعوا منهم ويظهروهم كثوار. هم فعلا ثوار وقدموا الكثير، لكن مثل ما قلت لك الآن نحن ممكن أيضا من خلال الجانب عن طريق الإعلام مثلا. إذا ما تحدثنا عن الواقع الثقافي في تلك الفترة التاريخية والواقع الثقافي حاليا، دور المثقف في قيادة الرأي العام، دور المثقف في
تعزيز الوعي الجمعي في قضية ما. الآن نحن نعيش في عصر السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي، لما تحدثنا عن واقعنا التاريخي، ما هو دور المثقف حاليا؟ الحقيقة شوف، ما قبل الثورة دور المثقف كان دور محوري وكان متجه إلى جانب معين، يعني كان فكر الكل هو فكر ثوري، كان أمامهم هدف واحد. لكن مشكلتنا اليوم أننا نعاني كثير، الآن المثقفين الآن في تشتت كبير جدا، أغلبهم في البيوت، أكثرهم في البيوت، وأكثرهم الآن لكل حزب ولكل فرقة ولكل جهة لها مثقفيها، وكل مجموعة الآن تروج لها مجموعة أخرى من المثقفين أنفسهم، وهذا سبب نوع من التشظي فيما يخص الجانب الثقافي. وأيضا حتى فيما يخص اليوم شبابنا تجد أنه في نوع من التوهان. هل المواطن الآن يعيش حالة من الوعي، يستطيع من خلاله تمييز الغث من السمين، يعني في ظل يعني السوشيال ميديا، في ظل أيضا الإعلام، في ظل تنوع مصادر الثقافة، هل لا زال ممكن ينطلي عليه فكرة معينة، أو ممكن أنه أو أصبح لديه الوعي أنه يميز الرأي الصحيح من الرأي الغير صحيح؟ والله شوف، الحزبية دور كبير فيما يخص هذا الجانب. التوجهات السياسية، التوجهات السياسية لها دور كبير الآن في كثير يعني من المثقفين، وللأسف يعني الكثير من المثقفين عندما يعني تدخل حتى مع في بعض النقاشات تجد أن يعني هذا الاسم وهذا ليس بتلك الشخصية يعني بشكل مؤسف. ليش؟ نتيجة للتوجه السياسي والتوجه الحزبي. نعم. وهذا سبب من أسباب تفرغنا اليوم، ومن أسباب أيضا تشظينا اليوم في داخل اليمن، سواء في الشمال أو في الجنوب، وجانب أيضا من جوانب ضعفنا وما وصلنا إليه اليوم. لأن كثير من الفئات المثقفة تعمل على الترويج لبعض الشخصيات ولبعض يعني لبعض الجماعات، لبعض الأحزاب، بالشكل يعني نحن مثلا نعرف هذه الأشياء، ولكن مثل ما قلت لك الأوضاع الاجتماعية أثرت على الناس، أصبحت المادة تجذب الكثير من الناس، وخاصة بعض الشخصيات الآن نعرفهم، سواء شخصيات سياسية أو غيرها أو غيرها، أصبحت المادة هي التي تلعب، يتربح بقلمه وبفكره بموجب التوجه سواء السياسي أو التوجه المادي. هو أساسا الآن أي حد حتى المثقفين قلمه أصبح مصدر رزقه، يا إما يوجهه مع جهة معينة، لو بقى في مجال في يعني في جهة بالنص ما بيشتغلش يعني، بيرجع حاله زي حال الكثير. هذا الذي يقصده بالضبط. ننقل للشيخ الآن، ننتقل لك جزئية فقط بسيطة كذا، إنه أنت تكلمت أول إنه إحنا مثلا كفئة موجودين في الرياض ممكن نسوي منتديات، ممكن برأيك هل هذه الأشياء بتعمل تغيير في الوضع الثقافي، يعني في الجانب الثقافي للناس البسطاء الموجودين مثلا تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الآن، ويتم تعبئتهم تعبئة خاطئة من محاضرات، من أخذ الأطفال إلى المحاضرات والدورات التدريبية؟ هذا ما أقصد إليه، لأنه شوف لو فرضنا، يعني أنا أتكلم عن نفسي، نقعد كثير في مناسبات معينة هنا في الرياض. صحيح. مثلا أجد أن فيه جزء كبير أو نسبة كبيرة من اليمنيين عندهم مفهوم خاطئ، فمثلا لو فرضنا تكلمنا أنه تكلمت أنا وياكم مثلا في موضوع مخرجات الحوار الوطني، يجي يمني آخر يعارض يقول هالكلام اللي تكلموا فيه الحوثي مش بيقبل منك هذا المشروع. طيب أنا هذا الشخص بحاجة أني أفهمه. صحيح. الموضوع مش موضوع، إذا كان أنت طب أنت حوثي، يقول أنا مش حوثي، طيب ليش أنت تقول لي مثل هذا؟ قال ما راح يقبل، يعني ما راح يقبل. أنت تمسك بمشروعك الوطني هذا، تمسك بالمفهوم هذا، وأنت دعك من هذا الموضوع، ولا تحط في بالك الحوثي أو غير الحوثي، يعني شق طريقك لهذا الموضوع. فنحن مثلا نشوف يعني فئة كبيرة جدا من مغيبين عن واقعنا اللي المربع، هو مسكين يعني خرج من بلاده مثلا، سواء كان مغترب أو الأسباب الحرب، فدعه يعني هو كأنه ينتظر الفرج، يدعو الله. لكن لو فرضنا أن احنا قاعدين نذكرهم ونتكلم بشكل عام والمثقفين اللي هو شوف، احنا عندنا الملحق ثقافي مثلا، ليش هذا المؤسسة هذه أو المكتب الثقافي في السفارة إيش دوره؟ صح. يعني لهذا لتوعية الآخرين يعني. فأنا يعني الأخ أنا أدعو، شوف
مستعدة تعاون معاكم في هذا الجانب متى ما حددتم فئة معينة من المثقفين، يعني انه يكون في يوم من الايام انا بيتي مفتوح وارحب بكم واقوم بكل الدور اللي ممكن انتم يعني مثلا هذا يفيد، واعتقد هم في الملحقية ايضا ايوه اقول لك انه نتعاون في هذا الجانب بقدر كبير، هذا يكون له دور كبير جدا في هو يعتبر نضال. احنا الان هنا لا نكتفي بس بمجرد يعني انا توحيد الجهود ايضا توحيد الجهود نعم هذا ما يمكن ان اقوله. اذا مشاهدينا الكرام، حين تحدثنا عن الاغاني وما هي ابرز الاغاني، حين نتحدث عن ثوره الرابع عشر من اكتوبر ربما براعي استعمار هي الاغنيه الابرز، والتي حين نستذكر مخاضات هذه الثوره وتاريخ ثوره الرابع عشر من اكتوبر براعي استعمار كانت هي الاغنيه التي نستلهم منها نضالات ثوار الرابع عشر من اكتوبر. تعالوا نطلع هذا الفاصل ونستمع لهذه الاغنيه.
فعلت الجمرة التيار الجبار هو نفس التيار التيار الجبار هو نفس التيار حطم الاستعمار في مصر الحرة تياري بركان من أجل الإنسان تياري بركان من أجل الإنسان أشعل في رجبان حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد. نعرج ونكرر بأن هذه الأغنية من أبرز الأغاني الوطنية التي شاركت في ذكرى التي شاركت في تحرير عدن من أو الجنوب من الاحتلال البريطاني. هي فرصة أن نوجه كمان تحية كبيرة للفنان عطروش ونقول له كل عام وأنت بخير, وما زلنا حتى اليوم نستمتع ونتلذذ بهذه الكلمات وبهذه الأغنية وبكل الأغاني الوطنية لكل الفنانين اليمنيين. ما زال معنا ضيوفنا في الاستديو أيضا. سنوجه لهم سؤال أخير آية, ونحن في يعني هذه الذكرى 61 كلمة أخيرة سادة فايدة. والله أنا أقول إنه يعني نحن نحتفي بهذه الذكرى في هذه الظروف الصعبة, ولكن زي ما أؤكد عليها وأكرر من جديد نحن علينا ألا ييأس وألا نستسلم وأن نكون لدينا تفاؤل كبير وأنه نحشد يعني نوحد صفوفنا كقوة سياسية ووطنية, أن نشجع أبناءنا أنه هذا وضع مؤقت وأنه سيزول وسوف ننتقل إلى مرحلة وطنية جديدة, وإلى وأنه أهم شيء من وجهة نظري الشخصية أنه نحن مع اليمن الاتحادي مع الدولة الموحدة دولة الأقاليم التي ممكن تنصف أبنائها وأن تعيد بناء الوطن على أساس جديد وهوية يمنية موحدة, لأنه لا يستطيع أحد أن ينكر النسيج الاجتماعي اليمني الموحد وعلى مدى التاريخ. وأيضا اليمن دولة قوية وعريقة, دولة عظيمة لها تاريخ وموروث شعبي كبير نفتخر به أمام الأمم. أنا من موقفي مهتمة بالتراث الثقافي اليمني, فنحن عندما نتقدم العالم في أي محافل على طول الكل ينصف اليمن ويقول أنتم يمن بلد عريق بلد صحيح. قديم لا ينبغي أن نتشطى ونشطر ونضيع كثير من الأشياء التي هي جزء من هويتنا اليمنية وجزء من تقديمنا نعم. للمجتمع الدولي وترفع رؤوسنا أمام العالم كامل. نعم أنا لا أزيد عن هذا, لكني أقول وأكرر التمسك بمشروعنا الوطني. هذا المشروع صحيح. الوطني هو الوحيد الذي ممكن أن يكون. هل المزاج الشعبي الآن مع هذا المشروع حاليا؟ يجب أن يجتمع بهذا المشروع, ودور هنا يأتي دور المثقفين نحن لا نريد أن نسفك أكثر من الدماء وبعد فترة من الزمن نرجع لهذا المشروع. يجب أن نتمسك في هذا المشروع من اليوم, لأنه يعني مهما تحاربنا ومهما تقاتلنا سنعود نبحث عن هذا المشروع الذي توحد. يعني شوف اليمنيين هي فرصة, يعني لو فرضنا بعد مؤتمر الحوار الوطني قامت المشكلة هذه no. لكن أنا أكرر لو مثلا قام أكثر من مؤتمر حوار وطني هل بنطلع بإجماع مثل ما طلع بالمخرجات اللي الأولى؟ إطلاقا لا. فلهذا يجب أن احنا نعود إلى الماضي. احنا مش أكثر معرفة ولا أكثر مثلا يعني قومية من الناس اللي في مؤتمر الحوار الوطني آنذاك,
وخرج لنا بهذا المليون يجب ان احنا نستغلها يعني. هذا هو كل ما يمكن نقول. نقول كل عام وانتم بخير, ونتمنى نكون في الوطن ان شاء الله, ونحتفل بهذه المناسبه ونحن في الوطن ان شاء الله هناك يعني ان شاء الله العام القادم كلنا نلتقي في اليمن وانحلت المشاكل وانتهت الميليشيا ونعود من قدنا. كل عام وانتم دكتور طه, كلمه اخيره. حقيقه انا والله ارى ان مثل هذه المناسبات سواء سبتمبر او اكتوبر او باذن الله تعالى نوفمبر تكون بدايات طيبه كنوع من التوعيه للناس, وايضا توضيح لهم بما قدمه هذا الشعب لاجل ان يعيش حياه كريمه ولا يعيش هذه الحياه التي يعاني منها اليوم في داخل البلد ان شاء الله. يعني نحن في خارج البلد ولله الحمد نعيش حياه طيبه ونعيش, لكن غيرنا من يعاني, غيرنا من لا يجد اليوم حتى اللقمه له او اولاده, غيرنا من لا يجد حتى العلاج لابنه في داخل البلد, وهذه تعتبر كارثه ان نوصل الى هذه المرحله وبعد هذه التضحيات كلها. وغيرنا كثير ما زالوا في المعتقلات في سجون الحوثيين, وما زالوا الكثير في المعتقلات والكثير يعانوا والكثير, يعني هذه الاشياء هي المفروض ان الكل يتجه لها. صحيح. الكل يحاول ان بالنسبه للدوله او الحكومه ايجاد حلول عاجله وفوريه لانتشال المواطن من الوضع الذي يعيشه, وهذه امور مهمه ولا بد على الحكومه ان تهتم بها ولا بد ان تتجه اليها لحل مشاكل الناس وايضا مشاكل البلد بما يراه ما تراه النخبه السياسيه فيها. وكما قلت نعم. باذن الله تعالى العام القادم ونحن في احسن حال وفي احسن وضع باذن الله. وكل كلمه اخيره سياده وخير. كلمه اخيره سياده العميد. والله اخي انا اولا الكلمه الاخيره اتقدم لكم بالشكر انتم على هذا العمل اللي تقوموا فيه, وثانيا انا ما عندي كلمه يعني اقوى من الدكتور حمد الشيخ اللي طرح هذا, ونتمنى ان شاء الله من العام الواقي نجتمع ونحن في خير وافضل من هذا الوضع اللي نحن فيه, واتمنى ان هذه الكلمه انها توصل الى مجلس القياده, اتقدم لهم بالشكر وارجو منهم ان يتوحدوا بالراي وتكون لفتتهم يعني قويه الى وضع الشعب منهار للغايه. نعم سيادة العميد محمد المرفدي وكيل محافظة لاحج, شكرا جزيلا لك. أيضا الدكتور طه حسين هندير الملحق الثقافي في سفارة بلادنا في المملكة العربية السعودية, شكرا جزيلا لك. أيضا الدكتورة فائزة عبد الرقيب وكيل وزارة الثقافة, شكرا لك. الشكر موصول أيضا لك الشيخ علي عبد الباقي المسلماني نائب رئيس الائتلاف الوطني الجنوبي. الشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام من الساعة الرابعة وصولا إلى هذه الساعة ونحن في هذه التغطية بمناسبة الذكرى 61 لثورة 14 من أكتوبر. آية كلمة أخيرة أيضا أنت. هي فرصة كمان نوجه أبرز التحايا والتهنئة أيضا لمجلس القيادة مثلثا بالدكتور رشاد العليمي. كل عام أنتم بخير مجددا مشاهدينا الكرام, بإذن الله العام القادم نلتقي سويا في اليمن ونحتفل مع بعض بيمن موحد, بيمن سليم معافى صحي متعافي من الحرب, وإن شاء الله بانتهاء ميليشيا الحوثي أو حتى الوصول إلى حل يرضي جميع المواطنين المتواجدين في الداخل. دمتم والوطن في خير بإذن الله. في أمان الله.